كيف نستقبل شهر رمضان؟ أول أمر من الأمور هو إثارة الشوق إلى الله تبارك وتعالى. إثارة الشوق إلى الله، إثارة الشوق إلى الملك سبحانه وتعالى. وكيف لا نشتاق إليه؟ كيف لا نشتاق إلى لذة القرب منه سبحانه وتعالى؟ كيف لا نشتاق إلى أن نشعر ببرد عفوه سبحانه وتعالى؟ عندما يجلس العبد وينظر كيف أن الله يحبه، وكيف أنه يتقلب في نعمته ليل نهار، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يتقلب في ستره وعفوه ومغفرته ورحمته في كل نفس تتنفسه، فلا بد أن يكون شوق عندك، شوق هذا الشوق في هذا الموسم خاصة لا بد أن يتحرك قلبك، لأنه إذا تحرك القلب سهلت الأمور. يعني لو أنك أثارت الحب هو دافع لأن تتحمل الطاعة وأن تتحمل كل المشاق في سبيل أن ترضي ربك سبحانه وتعالى. أول شيء تفعله أيها الأحبة، لا بد من أن تجلس بينك وبين ربك سبحانه وتعالى وتنظر في حالك. إن كنت راض عن نفسك فيما مضى فلتسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، وتسأله سبحانه وتعالى أن يثبتك على ذلك وأن يزيدك من الطاعة. وإن كنت مقصر، وإن كنت مقصر في هذه، يعني وكلنا هذا الرجل إلا من رحم ربي من عباده مقصرون في شكر نعمته سبحانه وتعالى، فلتجلس يعني تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتسأله أن يعفو عنك، وقل له: إلهي وسيدي ومولاي، عبادك سواي كثير، ليس لي إلا أنت، أحبك ولا أطيق، أريدك ولا أستطيع، تخطفني نفسي ويغرني الهوى ويغرني الشيطان، فخذ بيدي إليك، فوالله لن تجد أرأف بك منه سبحانه وتعالى، لن تجد أرأف بك منه حتى من نفسك التي بين جنبيك. واعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يرد تائبا إليه، حتى لو أنت في آخر هذا الشهر كده وصحيفتك مرفوعة إلى الله سبحانه وتعالى، الأفضل أن يكتب فيها تائب إلى الله أولى من أن يكتب فيها غافل ولاه وساه عن ربه سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أيها الأحبة، كيف أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ كيف أتقرب إليه؟ كيف أحذو الحذوات وأخطو الخطوات حتى أتقرب إليه سبحانه وتعالى؟ لكل إنجاز سبب. أول هذا الشيء، أول هذه الأمور كما قلت لكم بعد التوبة وتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى، لابد أن تعمل. والعمل أهم عمل، هو أن يعني تراجع حساباتك في مسألة، أو تعيد النظر في مسألة العبادات والفرائض. أحب الأعمال إلى الله أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى لا يتعامل معه بالكم، وإنما يتعامل معه بالكيف. أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. طيب أنا قصرت مثلا في الفترة البسيطة ده حتى يأتي رمضان، حتى لا تكون غافلا، لابد أن تدرب نفسك. ابدأ بقى كأن رمضان النهاردة، كأن رمضان جه النهاردة خلاص. لا تؤجل عبادة تريد أن تفعلها حتى ولو شيئا يسيرا، لأن كثير مننا يفضل يأجل يأجل لغاية ما يجي أول رمضان، وبعدين يعني زي ما بلغة الرياضة يجيله شد عضل فينتظر وينتهي منه رمضان زي كل سنة. لا، لابد أن تضع لنفسك أمرا من الأمور أو هدفا، ربما لا تبلغ رمضان مرة أخرى، ربما لا تبلغ رمضان مرة أخرى، فاجعله رمضان الأخير، فاجعله رمضان الأخير بالنسبة لك. كذلك أيها الأحبة، هذا يعني أوصي نفسي وإياكم به، أوصي نفسي وإياكم به. أول شيء تفعله تنظر في حالك، في عبادتك، في صلاتك، في فرائضك، في نوافلك. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، الحديث المعروف. فلا بد أن تعيد النظر، لا بد أن تعيد النظر في هذا الأمر. الأمر الآخر وهو مراقبة القلب.
مراقبة القلب، فلا بد أن تنظر في حال قلبك، هل أنت مستشعر القلب يتحرك؟ حاول أنك يعني تبحث لقلبك عن دواء في صلاتك وفي قراءتك لقرآنك، وهذا هو الخطوة التي المهمة جدا في هذا الأمر. أنت سايب المصحف من رمضان اللي فات، ليك ورد يومي أو ليك، لا زود بقى النهاردة، زود كأن خلاص رمضان جه، كأن خلاص رمضان بدأ، لا تنتظر حتى يبدأ رمضان، لا تنتظر، لا تؤجل شيئا، فربما لا تبلغ رمضان، ربما لا تبلغ رمضان مرة أخرى، فابدأ من الآن. كذلك أيضا أيها الأحبة، لا بد أن ينظر أن أو أن يراقب العبد، بعدما يراقب عبادته يبدأ بقى يستشعر كده الخشوع، ويستشعر وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويستشعر حال قلبه. الأمر الآخر وهو أن تراقب نيتك، أن تراقب نيتك، تصحح النية وتصحح العودة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تخلص النية لله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أيها الأحبة وهو مراقبة أحوالك مع الخلق، مراقبة أحوالك مع خلق الله تبارك وتعالى. إن كنت تريد عفو الله ومغفرته، إن كنت تريد عفو الله ومغفرته فاعف عن عباده، فاعف عن عباده حتى يعفو الله عنك، حتى يعفو الله عنك. حاول بقى تصلح ما بينك وبين خلق الله تبارك وتعالى، كلنا يعني من الرحم وغيره، فابدأ من الآن حتى. وأذكر نفسي وإياك، وأذكر نفسي وإياكم أيها الأحبة، بأن ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. لما جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أصل قومي ويقطعونني، قال: صلهم. قال: أتودد إليهم ويغلظون علي، قال: صلهم. ثلاث أربع مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: صلهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الرابعة وقال له، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أسفتهم المل، لقد أسفتهم المل، بمعنى أنه لا عذر لهم عند الله، لا عذر لهم، أنت أعذرت أمام الله سبحانه، يا رب أنا عملت اللي علي من أجل ابتغاء مرضاتك سبحانه وتعالى. يبقى تجديد العلاقة وإثارة الشوق إلى الله تبارك وتعالى، النظر في حال القلب والعبادة، كذلك النظر في حال علاقتك بخلق الله تبارك وتعالى. وأذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحبهم أنفعهم، أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعباده، أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعباده. إن أردت أن يحبك ربك سبحانه وتعالى فلا بد أن تنفع عباد الله تبارك وتعالى. النفع بالعلم، النفع بالدعوة إلى الله والدلالة عليه، النفع بأي شيء من أمور الدنيا، بأن تقضي بهذه النية، بأن تقضي حاجة أخيك المسلم وأن تسعى فيه، فهذا فضل عظيم، بل من أحب الأعمال إلى الله الذي تقربك من ربك سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يقربنا وإياكم منه، وأن يدلنا وإياكم عليه، وأن يهدنا ويهدي بنا، ويجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. هذه الوقفة اليسيرة كده، أو الاستراحة اليسيرة، أردت أن أذكر بها نفسي وإياكم حتى نبدأ، لا نؤجل، لا تؤجل، ربما لا تبلغ رمضان، حتى لو أنه ختم لك، قدر الله سبحانه وتعالى، وجاءت الخاتمة فيختم لك بالخير، فإنما الأعمال بالخواتيم. أنا مش هستنى الأول رمضان، لا، لأن يعني كثير من الناس زي ما بيسموها بلغة الرياضة بيجي له شد عضل في رمضان علشان يفضل يأجل يأجل يأجل، وبعدين ربما لا يبلغ رمضان. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان.